يا أهل الهدى والذكر أفتوني سؤالي سعيا للخير دلوني سؤالي سعيا للخير دلوني فمنكم تنهل الأرواح. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مشاهدينا الكرام، أهلا ومرحبا بكم معنا في حلقة جديدة من حلقات برنامج الجواب الشافي. أسعد في هذه الحلقة بالترحيب بفضيلة الشيخ الدكتور محمد حاج عيسى أستاذ الفقه وأصوله بجامعة تلمسان. السلام عليكم شيخنا. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أهلا ومرحبا بك معنا. مرحبا بكم. ربي يبارك فيكم. كما جرت عادة البرنامج شيخنا، نبدأ بأول سؤال وردنا في حلقة اليوم. يقول السائل: هل يجوز وضع دواء على الجلد حيث يمنع وصول الماء عند الوضوء؟ بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، موضوع السؤال حول مشروعية وضع هذا الدواء لأنه يمنع وصول الماء عند الوضوء. في الحقيقة السؤال ينبغي أن يكون عن التيمم، يعني بمعنى أن الله سبحانه وتعالى رخص للمريض الذي يعجز عن استعمال الماء إذا ضره الماء أن يتيمم، إذا كان الماء يضره في مواضع الوضوء الواجبة فإنه يجوز له أن يتيمم، وإذا كان الماء لا يضره ولكن عنده مرض في جلده ويحتاج إلى دواء، يحتاج إلى دواء يوضع على اليد، فهذا أيضا صاحب رخصة لأنه يدخل في معنى المريض. فسؤال السائل: هل يجوز وضع الدواء؟ الدواء إذا كنت محتاجا إليه وهو سبب في شفائك إن شاء الله سبحانه وتعالى فإنه يجوز لك استعماله. والسؤال يكون عن التيمم. نعم، يجوز لك أن تتيمم، يعني لا يحتاج أصلا إلى الوضوء. هو نعم يجوز له، يعني السؤال حول مشروعية يجوز له أن يتيمم إذا وضع الدواء العازل، الدواء العازل لأنه إذا وضع بعض الأدوية اللي تدر ألوان فقط، يعني تلون الجسم أو الجلدة دون أن تعزل الماء عن نعم دون أن تعزل، فلا يعني يتوضأ إذا كان الماء لا يضره، لكن إذا كان هذا المرهم يعني يشكل طبقة عازلة فهنا نقول له عليك أن تعدل إلى التيمم، وهذه رخصة من الله سبحانه وتعالى. بارك الله فيكم شيخنا. سؤال ثاني يقول: هل تقبل هدية من ماله، هدية من ماله موضوع في البنك ولا يتخلص من الفوائد؟ بسم الله، يعني أن هذا الرجل يضع ماله في بنك ويأخذ الفوائد الربوية، يعني لا يتخلص منها، وهي جزء الآن هي جزء من ماله، هي جزء من ماله، والسائل يسأل هل يجوز له أن يقبل منه هدية؟ في الحقيقة هذا الذي وضع ماله في البنك هو الذي يحاسب على هذا العمل إذا لم يتخلص من الربا، لأن الله سبحانه وتعالى حرم أكل الربا، وهذا من الأمور المعلومة من الدين بالضرورة. لذلك يقال لمن اضطر إلى وضع أمواله في البنوك حماية لها وحفاظا حفاظا عليها وهي تقدم الفوائد، أولا نصحه بأن يتخذ الإجراءات التي هي موجودة بأن لا تصرف له الفائدة أصلا، وأن يبقى ماله، يسعى أن يبقى ماله محفوظا دون أن يستغل في الربا، لأنه يقرض فيستفيدون ويعطونه جزءا من الفائدة. صحيح. يسعى أن يكون ماله محفوظا دون أن يستعمل، وإذا قيل له ادفع نظير حفظ مالك هذا جائز، بمعنى البنك يحفظ لك المال وأنت تدفع. إذا كان هذا ممكنا أو ممكن في بعض البنوك فعليه أن يلجأ إلى البنوك التي تتعامل بهذه الطريقة. من لم يجد هذه الطريقة ودفعت له أو لم يكن يعلم
دفعت له هذه الأموال، هذه الأموال الزائدة يجب عليه أن يتخلص، أن يتخلص منها حتى يبقى ماله حلالا لا يتقاضى إلا الحلال. شيخنا، التخلص كيف يكون التخلص منها؟ التخلص منها بصرفها في المصالح العامة، بصرفها في المصالح العامة مثلا، ومن المصالح العامة وأول المصالح العامة الفقراء والمساكين، لأنه وهذا يمهد لما سيأتي ذكره. قد يقال كيف تصرف المصالح يعني الفقراء والمساكين؟ لأن التحريم متعلق بمن أخذها، التحريم متعلق بمن أخذها، بذمة من قبض المال الحرام. نعم، لأن المال ليس محرما لذاته كميتة أو لحم خنزير أو خمر وغير ذلك. لا، هذا مال يعني صفته أنه أخذ بطريقة محرمة، فتحريمه يتعلق بالشخص، بالشخص الذي أخذه، يعني مش ذات المال. أما إذا أعطاه إلى فقير أو مسكين، فالفقير المسكين يأكله ولا حرج، ولا حرج عليه إذا علم. أما إذا لم يعلم فكذلك لا حرج عليه. والأفضل أن الإنسان إذا تخلص من المال الربوي أن يعطيه لفقير، يعني يعطيه الفقير ولا يخبره، لا يخبره، ما يقول له، ما يقول له هذه زكاة ولا هذه صدقة ولا دون إخباره. نعم، ولا مال محرم، يعني حتى لا يفسد عليه طعمه. شيخنا، إذا عرف أنها يعني مال ربوي الفقير هذا، يعني يجوز له أخذها؟ يجوز، لأن التحريم متعلق بالشخص الذي تعامل المعاملة الربوية، لا يتعده إلى غيره. إذا كان ثمة إثم فالإثم على الآخذ الذي أخذه، أما غيره فلا يتعلق به إثم، سواء كان فقيرا أخذ صدقة، وسواء كان جارا أو صديقا أخذ هدية، أخذ هدية، فالهدية تقبل. وخاصة في هذه الحالة، حالة الفائدة فقط هي المحرمة. نذهب إلى بعد من هذا، ربما إنسان الذي يعني يتعامل معاملات محرمة أكثر، نصف ماله حرام أو 90% من ماله حرام، هذا تقبل منه الهدية ما لم يكن مسروقا، تعلق به حق الغير. إذا كان شيء تعلق به حق الناس مغصوب أو كذا، هذا لا يقبله، لا يقبل. أما إنسان معاملته تجارته محرمة، فالتحريم دائما نقول عليه والإثم عليه، تقبل الهدية. وفي هذا أثر عن عبد الله بن مسعود صحيح. وكذلك إذا نظرنا في سيرة النبي صلى الله عليه وسلم، فإنه قبل طعام اليهود، هدية اليهود ودعوات اليهود، واليهود كانوا مشهور أنهم كانوا يتعاملون معاملات محرمة، وعلى رأسها الربا، وعلى رأسها الربا. هذا يدل على أن التحريم لا يتعدى صاحبه. كما أن الإنسان الذي تعامل بالربا الصريح وأخذ مالا ثم يذهب إلى بقالة ليشتري شيء من حاجياته، يعني خضروات أو غيرها، فالتحريم لا يتعدى، ما يمشيش مع الدرهم، شيخنا سينقلب مع المقتنيات التي اقتناها. أن بعض الناس يتحرج من المال، يقول هذا مال حرام، فلا أتعامل معه يعني إطلاقا هكذا. لا، هذا توهم. فالبقال ولا الخباز ولا الإنسان، قل له أنت قبض المال، هذاك المال إذا كان السلعة اللي عندك في الحانوت حلال، المال راح يكون حلال. وذاك الإنسان اللي يجي يشري عندك وماله حرام، السلعة هي اللي تولي حرام، وحرام عليه هو دون غيره. أما إذا اشتراها وأهداها، ولا اشتراها يعني أعطاها وتصدق بها، فالحرام يبقى دائما في ذمته، هو الذي يسأل ويحاسب، والعلم عند الله سبحانه وتعالى. بارك الله فيكم شيخنا. شيخنا، هذه امرأة تسأل عن حالة وقعت لها هي وزوجها، تقول أن زوجها طلقها ثم ارتجعها، ثم إنه يوما ذكرها بذلك وقال لها لقد طلقتك يعني من قبل، فهل يحسب ذلك طلقة ثانية؟ بسم الله. الطلاق يحتاج إلى نية. نية. طبعا إذا كان باللفظ الصريح، قال العلماء لا نسأل عن النية. نعم، إذا قال لها أنت طالق. لا يسأل إن كان ينوي الطلاق أم لا ينوي. نعم، كان هناك حالات ربما قرائن تدل على عدم النية. نعم، كمن فك زوجته من رباط وقال لها أنت طالق، مع تركي
مطلوقة ماكش مطلقة. واضح. إذا كانت هناك قرائن تدل فنلغي اللفظ، ولكن حتى لا يتساهل الناس وحتى لا يدعون خلاف ما خلاف الواقع، يعني نقول بأن اللفظ الصريح لا يحتاج إلى نية. ولكن في مثل هذه الحالة التي تقول المرأة إنه ذكر لها وحكى لها، قال لقد طلقتك، لقد طلقتك من قبل، يعني وحتى ولو في السؤال ما ذكرتش هي ولا هو ما قالهاش، مثلا يهددها يعني يذكرها، يقول لها مثلا لقد سبق أن طلقتك، ولا يقولها راني طلقتك من قبل هكذا، وممكن يحذف كلمة سابقة ومن قبل. فهنا يظهر من السياق من الحادثة أنه لم ينوي الطلاق ولم يقصد، وإنما هذه يعني نوع من الحكاية، هذه حكاية لأمر مضى. نعم لأنه طلق وارتجع هكذا. هو في الحالة هذه يعني لا تحسب طلقة. نعم هكذا لا تحسب لأنه مجرد حكاية، حكاية عن أمر مضى، عن أمر مضى لم يقصد بكلامه تجديد الطلاق، والعلم عند الله سبحانه وتعالى. بارك الله فيكم شيخنا. شيخ، في نفس السياق سائلة تقول إن زوجها كتب لها رسالة نصية SMS في الهاتف يقول إنك طالق، فهل يقع ذلك؟ طلاق بالأسماس. نعم، بالنسبة للطلاق المكتوب والمكتوب في الرسائل النصية هذه المعاصرة، إذا كان الرجل قد نوى الطلاق وأرسله إليها فهنا يقع الطلاق ولا إشكال فيه. لماذا؟ لأنه اجتمع فيه ماذا؟ النية عند الكتابة. النية عند الكتابة، وجمهور العلماء اعتبروا النية في الكتابة، يعني كأنهم اعتبروا الكتابة نوع من الكناية ليس طلاقا صريحا، فقالوا إذا نوى أن يطلقها، لأنه قالوا يقدر يكون يجرب القلم، لكن إذا مع قرينة الإرسال إلى الزوجة حتى ولو يعني كتبها ونوى طلاق وأرسل إلى زوجته، هنا يقع الطلاق بلا إشكال. يقع الاختلاف بين الفقهاء لما يكتب وتكون نيته التهديد فقط، هكذا تكون نيته التهديد فقط، هنا من قال هذا يعتبر كناية فلا يقع إلا بنية. ومنهم من قال لا، ما دام كتب وأرسل لها، ما دام كتب والعبارة صريحة فيعتبر طلاقا. منهم من قال يطلق حين الكتابة، ومنهم من قال إذا أرسل، إذا أرسل. ومثل هذه الأشياء كما ينصح الرجل في قضية اللفظ، في قضية اللفظ، لأن العقد عقد الزواج إيجاب وقبول تم بلفظ، فكذلك حله كما يقول العلماء يكون بالألفاظ. وننصح الرجل إذا تكلم أن يستبعد في حالة الغضب وغير ذلك كلمة جذر طلاقة من لسانه، فلا يعني حتى لا يكثر الطلاق ويكثر الندم بعد ذلك وتكثر المفاسد. بارك الله فيك. الكتابة يعني الإنسان يغضب وممكن تخرج له الكلمة دون شعور. لكن الكتابة يعني فيها يعني يكتب براحته ويقرأ ويعيد ربما. لا تجعلوا هذا الطلاق لعبة. بارك الله فيكم. هكذا لا تجعلوا الطلاق هذا لعبة. أي اختلاف أي كذا جرب الأسماس أهدد أرعبها كذا، يعني هذا من اللعب بآيات الله سبحانه وتعالى. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يهدينا. آمين وإياكم. بارك الله فيكم شيخنا. قبل أن نستكمل باقي الأسئلة نخرج إلى فاصل قصير ثم نعود إن شاء الله. مشاهدينا الكرام، فاصل قصير ثم نعود إليكم. كم للخير دلوني فمنكم تنهل للخير دلوني فمنكم تنهل الأرواح. السلام عليكم ومرحبا بكم مرة أخرى مشاهدينا الكرام. نستكمل باقي الأسئلة شيخنا. مرحبا. ويقول السائل يسأل عن مقدار اللقطة التي يجب أن تعرف، وكيف يكون التعريف في زماننا؟ بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله. صلى الله عليه وسلم. اللقطة ما يجده الإنسان في مكان عام أو مكان طريق مثلا، يجد
مبلغا من المال. نعم هذا هو اللقطة. اللقطة نعم المطلوب منه، أو إذا كانت حقيرة شيئا يسيرا مما تطلع إليه النفوس فهذا يجوز له أن يأخذه، كما وجد النبي صلى الله عليه وسلم في الطريق تمرة. نعم تمرة، هذه تمرة الناس لا تبحث عنها. نعم فهذه لا داعي للتعريف، لا داعي للتعريف. أما إذا كان مالا ذا قيمة وصاحبه الذي افتقده لا شك أنه سيبحث عنه وسيرجع إلى ذلك المكان وسيسأل الناس، هذا ينبغي أن يعرف والتعريف يكون سنة كاملة. سنة كاملة. الآن ما هو مقدار اليسير المعفو عنه، ما هو مقدار الجسيم والعظيم الذي ينبغي أن يعرف. نعم. لم يحدد لذلك الفقهاء حدا معينا. نعم. يعني حتى وإن وجدت بعض الفقهاء حدده لا يمكن أن يجعل ذلك الحد لكل زمان ومكان. نعم. يعني هناك من قال دينار في وقته في بلده ربما أقل من دينار لا يحتاج إلى إلى تعريف. واضح، دينار واحد اللي هو يعني ودينار في الحقيقة هذا وجدت بعض الفقهاء دينار شيء كثير. هذا يعني قلت الحد أرجعه إلى العرف، ما تعرف عليه الناس. ما تعرف عليه الناس الآن لو كنت تسأل مثلا ليصب عشرة دينار جزائري قلوا له يسير. نعم شيء يسير. ليصب 1000 دينار جزائري نقول له كثير. نعم صحيح، هذه بعض كثير من الناس هذه أجرة يومهم فعلا. هذه أجرة يوم. نعم. فهناك ما هو يسير بين وهناك ما هو كثير بين. وما بقي في الوسط الإنسان يستبرئ لدينه ولعرضه، لأن اللقطة الأصل أنها يعني إذا كانت يسيرة ما تستعملها. نعم. أطعمها. إذا كانت كثيرة لابد أن تعرفها سنة كاملة، تسأل الناس وتخلي المواصفات عند التجار عند الناس اللي هم ثابتين لا يتحركون. يعني في أصحاب المحلات وكذا قال أنا وجدت بورتفاي، وجدت محفظة صفتها كذا وفيه مبلغ، اللي يجي يسأل على ذاك المحفظة هذيك هو رقم الهاتف أو كذا. أو إذا كان مكان خالي، إذا كان مكان ما فيهش حوانيت ما كاش فيه كذا يعلق ورقة. نعم. ويخلي رقم من أضاع أمانة. نعم. بتاريخ كذا وكذا، وبعضهم حتى يأخذها إلى المسجد مثلا. إلى المسجد يخبر إمام مسجد كذا إذا كان بالقرب. إذا كان بقرب. نعم. مسجد يعرف أن الناس يذهبون. نعم. هذا ويجوز أخذه، المهم يعرفها بطريقة من الطرق. الآن عندنا الكتابة أو يوصي الناس اللي رغم عندهم محلة ثابتة، أو كما ذكرت يذهب إلى المسجد بعد سنة يحل له أن يستعملها. قلت ما بلغ أن يكون أجرة يوم في مجتمعنا الآن فهو مبلغ يعني كثير، يجب التعريف به ولو لم يبلغ حتى ربع دينار ذهبي، حتى ولو لم يبلغ، لأنه شيء الفقير ولا عموم الناس يتحصر لضيع. نعم. نظن بلضيع 50,000 يتحصر عليها إنه 50,000 بعض الناس هذه هي أجرة يومه. نعم. والعلم عند الله سبحانه وتعالى، والعمل بالاحتياط في مثل هذا أحسن. نعم. بارك الله فيكم شيخنا. شيخ، رجل لم يتلفظ بلفظ الطلاق وقدم طلبا للطلاق بالتراضي، وبعد أن صدر الحكم أراد الرجوع، فهل يجوز له أن يرجع زوجته؟ ومتى وكيف؟ بسم الله. طلاق القاضي. نعم. طلاق الذي يوقع القاضي هو طلاق بائن. طلاق بائن. نعم. بينونة صغرى. نعم. بمعنى الطلاق ليس في عدة، لا يستطيع أن يرجعها في عدة. نعم. واضح؟ إذا وقع الطلاق بحكم القاضي فهو طلاق بائن. لكن هذه البينونة بينونة صغرى، بمعنى يعتبر طلقة واحدة وليس ثلاث طلقات. نعم. فيجوز له أن يرتجع، يجوز له أن يرتجع، يجوز له أن يعقد عقدا جديدا. نعم. ما دام في شيء يرتجعها متى؟ يعني بعد انقضاء عدتها هكذا؟ لا، يقع بائنا. نعم. قلنا يقع. واضح. يقع بائنا. وإذا وقع بائنا حتى
هنا الرجعة ما قلوش رجعة، قلوا يعقد عقدا جديدا، بمعنى إذا رفضته وإذا لم تقبل به زوجا فليس له أن يرجعه، ليس له أن يرجعه، بل يذهب خاطبا كما لو طلقها وانقضت العدة. أثناء العدة يرجعها، يعني لأنها ما زلت في عصمته وفي ذمته، إذا انقضت العدة أصبحت أجنبية عنه، يطرق الباب خاطبا، يطرق الباب خاطبا. وفي الطلاق القاضي هكذا ليس له، يعني لأنه حكم نافذ، هكذا حكم نافذ، لابد أن يعيد عقدا جديدا. وفي وقتنا هذا يعني لا ينبغي أن يطرح هذا السؤال، لأنه العقود لابد أن توثق، وما دام صدر الحكم القضائي لابد من التوثيق، ما دام لابد من التوثيق إذن لابد من عقد لابد من عقد جديد بمهر جديد وبرضا جديد، إيجاب قبول جديد، كل شيء، يعني يعاد زواج يعني على أصوله هكذا بإعلان إلى غير ذلك، والعلم عند الله سبحانه وتعالى. بارك الله فيكم شيخنا. شيخنا، التوديع للأقارب قبل السفر وطلب العفو والمغفرة هل هو سنة؟ أما التوديع فلا شك أنه سنة، قد كان النبي صلى الله عليه وسلم يودع أصحابه، والصحابة ودع بعضهم بعضا، فهذا من السنة إنسان أن يودع الناس إذا أراد أن يسافر سفرا طويلا أو قصيرا. أما طلب العفو فهذا أيضا ليس من السنة، ولكن لعله فرصة للصلح وفرصة يعني لرفع بعض الخصومات. نعم صحيح، هي يعني عادة حميدة، عادة حميدة، كثير من الناس يكون بيناتهم نوع شحنة أو تقاطع، فإذا جاء واحد خاص ليسافر للحج ولا يسافر ل يعني عمل أو لغير، يعني مكان بعيد، خاصة الذي سفر عبادة ويرجو منه المغفرة، ففرصة لأن يصلح ما بينه وبين جيرانه، بينه وبين أقاربه، فهذا شيء حسن وعادة حميدة لا حرج فيها، والعلم عند الله سبحانه وتعالى. بارك الله فيكم شيخنا. هل تغني قراءة المعوذتين بعد الصلوات عن أذكار الصباح والمساء؟ المطلوب من الإنسان أن يذكر الله سبحانه وتعالى على كل حين، وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يذكر الله على كل أحواله، والله سبحانه وتعالى يقول اذكروا الله ذكرا كثيرا. فإذا قيل هل تغني المعوذات إذا تليت أو قرئت أدبار الصلوات عن الأذكار التي تكون أذكار الصباح الصباح والمساء والأذكار التي لها أوقات محددة، المفروض هذا يعني لا يطرح، لأن نعم القرآن هو أفضل الأذكار، القرآن هو أفضل الأذكار الأذكار، والمعوذات لها خواص ولها فضائل معينة، وورد في السنة تعيينها وتحديدها في ضمن هذه الأذكار، لكن لا يمكن أن نقول أنها تغني عن الاستغفار أبدا. مثلا من الأذكار الاستغفار، فالإنسان يستغفر الله سبحانه وتعالى كما كان النبي يستغفر 100 مرة أو أقل من ذلك بحسب ما تيسر له. للتنبيه فقط، الكتب المؤلفة الآن في الأذكار جمعت ما ورد في سنة النبي صلى الله عليه وسلم من أذكار في أحوال، مثلا أدعية الاستفتاح مجموعة في مكان واحد في صفحات متتابعة، هذا لا يعني أن أدعية الاستفتاح نأتي بها في صلاة واحدة، فكذلك ما ورد في أذكار الصباح أو المساء أو النوم أو الاستيقاظ وغير ذلك، هذا لا يستلزم، قل لا يلزم أنه يؤتى بها في كل يوم جميعها، بل حسب ما تيسر، لأنه حتى الروايات كل صحابي سمع ذكرا، كل صحابي سمع ذكرا، ثم علماء الحديث جمعوا تلك الروايات، فلذلك يقال الإنسان بحسب أشغاله، حسب حفظه، حسب ما تيسر له يأتي بهذه الأذكار، يعني
متى تيسر له اليوم أن يأتي بأكثرها يأتي بأكثرها. بارك الله فيك. بعضها شخصاً إن البعض ربما يعني خاصة تلك المطويات ربما يقرأه وبالترتيب حتى إنها ربما إذا أخطأ في الترتيب قد يعيد ظنا منه أنها تكون بذلك الترتيب وتنسيق. هذا الذي أردت أنبه عليه أن هذه الأذكار الموجودة في الكتب وفي المطويات كما ذكرت لم ترد هكذا عن النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما المحدثون جمعوها من كتب، والكتب فيها رواية عن صحابي، كل صحابي سمع ذكرا في مناسبة أو في يوم من الأيام. قد يقول قائل وهل هناك حرج إذا جمعها الإنسان؟ لا حرج، طبعا فيها خير كبير لأنها تدخل في معنى الذكر الكثير، يأتي بها ويزيد عليها، بارك الله يأتي بها ويزيد عليها. لكن ما ورد محددا مثلا بسبعة أو ثلاثة يلتزم أو مئة يلتزم به، وإذا أراد أن يأتي بالمئة يستغفر الله سبحانه وتعالى 100 مرة، ثم إذا أراد أن يزيد ولا حرج، ولا نقول له قد زدت في الدين، لأنه يدخل في معنى الدوام على ذكر الله سبحانه وتعالى. بارك الله فيكم. وشيخنا بهذا السؤال ننهي حلقة الليلة، فبارك الله فيكم وجزاكم الله عنا كل خير. مشاهدينا نستودعكم الله إلى أن نلقاكم في حلقة جديدة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يا أهل الهدى والذكر أفتوني سؤالي سعيا للخير دلوني سؤالي سعيا للخير دلوني فمنكم تنهلون.